في ينفذ، ويعتقد ان هذا مستوحى من الـ من الـ من الـ القرآن الكريم، مبدأ الشورى في الإسلام. أصاب في بعض النواحي وأخفق في نواحي أخرى، ولكن ممكن وجوده وهيمنته القوية على مؤسسة الدولة قد يكون أحد أسباب عدم نجاح هذه وكل إلى حد ما هذه الدول اللي جاءت، الدول الوطنية اللي جاءت بعد الاستعمار، كل منها حاول أن يجد طريقة، ولكن ضعف الدولة، ضعف مؤسسة الدولة، عجز الدولة عن توفير متطلبات شعوبها، الأزمات الخانقة التي مرت، الصراعات الدولية جعلت من الدولة الوطنية في أفريقيا دولة هشة. هذه هشاشة الدولة أعتقد، وتدخلات الأجنبية، هذين السببين، السبب الذاتي والسبب الخارجي، هما اللذان دفعا هذه الحركات. ضعف الدولة هو اللي يجعل أن هناك حركات اقتصادية، هو الذي جعل الآن الحركات الجهادية والحركات الإرهابية تنتشر بقوة، لأن الدولة عاجزة. أعطيكم مثلا، أنا أعيش في النيجر، بلدي الذي تبنيته منذ سقوط نظام القذافي هو النيجر، وأعيش في النيجر. أعرف مثلا أن المنظمات الإرهابية استغلت كثير من ضعف دولنا الوطنية في مالي أو في النيجر أو في نيجيريا، أو الآن في تصل إلى البنين وكينا فاسو وساحل العاج، تستغل في الفقر. بوكو حرام تجند الشباب الصغار في 14-15 سنة في بحيرة تشاد وتدفعهم النقود. دولة النيجر ولا دولة تشاد ولا دولة الكاميرون ولا دولة نيجيريا، هي دول محيطة مثلا لا تستطيع أن تراقب هؤلاء الفتية الذين تضمهم بوكو حرام وتدربهم. نيجيريا بقوتها اللي تحدثوا عنها الأخوة الآن عاجزة عن تأمين الأمن في شمال نيجيريا، كله في كل ولاية نيجيريا الشمالية الجيش النيجيري بقوته عاجز عن تأمين الأمن، وذلك العصابات تنتشر وتقطف الطرق، تخطف الشباب. العامل الآخر، ضعف هذه الدول دفع كثير من الشباب للعودة إلى القبائل بتاعهم، إلى الإثنية بتاعهم، الإثنيات بتاعهم. الآن بدأت تظهر عندنا حركات بكل أسف تنتمي إلى هذه القبيلة أو هذه القبيلة، مثلا فلان الآن أصبحت عندهم حركة سياسية وسرية وعسكرية وكذا. يعني قبائل أخرى في أفريقيا أيضا عند هذا رأينا ذلك في دارفور وفي غيرها، رأينا ذلك في الصومال. الآن أيضا نشبه نرى في حتى في دول شمال أفريقيا تظهر حركات لا ما كانش ممكن أن كانت تخرج. ليبيا الآن تدمرت وأصبحت مسرح لكل هذه التنظيمات. يعني الأسلحة تمر عبر ليبيا بلد باش تنتشر في منطقة الساحل، وأصبحت منطقة الساحل على في فوهة بركان. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتمكن دولة مالي أو دولة النيجر أو دولة ليبيا أو دولة تشاد أو دولة حتى السودان، أي هذه الدول أو حتى دول حتى مصر الآن أصبحت يعني ممكن أعمق أو أقدم دولة في أفريقيا، يهددها الإرهاب في كثير من مناطقها. بدون شك أن العامل الخارجي يلعب دور، العامل الخارجي يلعب دور سلبي في هذا الوضع اللي وصلنا إليه. أنا متفق كلية مع أخي الشيخ تيجان قادشو، إحنا يعني لابد أن نعمل على أمرين رئيسيين. الأمر الأول هو أن نختار طريقنا في الديمقراطية. الديمقراطية الغربية عندهم مفهوم، لأن دولهم قادرة
على ان تحمي نفسها، الديمقراطيه تحمي نفسها في اوروبا، في امريكا. راينا مثلا عندما حاول الرئيس ترامب تشكيك في ديمقراطيه امريكا، الديمقراطيه في امريكا فرضت كما تفرض في فرنسا وتفرض في بريطانيا وفي المانيا قادره. لكن الديمقراطيه اللي احنا استعرناها وفرضت علينا في خاصه الدول الفرنكوفونيه في قمه لابول، ويعني احنا شروط الديمقراطيه الغربيه اللي مفهومها الليبرالي ليست متوفره عندنا. شعوبنا تعاني، في شعوب تعاني 50-60% من الاميه، 70-80-90% من الفقر. يعني شروط الديمقراطيه الليبراليه غير متوفره، فلذلك المعركه الاولى يجب ان يتولى مثقفون، ولا اتفق مع القلة المثقفة كأفريقيا اللي تقول علينا أن نخترع، أن نجد طريقنا نحن الأفريقية في الديمقراطية المنطلقة من عاداتنا ومن تقاليدنا من تجاربنا من تاريخنا، اللي تمكن الإنسان الأفريقي من ذاته، من 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 تعبير عن ذاته. من والنقطة الأمر الثاني الجوهري، لابد أن نخوض معركة الوحدة الأفريقية. هل نستطيع أن نعمل اتحاد أفريقي؟ هل نصنع فيدرالية أفريقية؟ هل نصنع؟ يجب أن نعرف أن كل دولة وطنية مهما كان عند دخلها لن تكون قادرة على توفير متطلبات شعبها في الحرية أو في الديمقراطية أو في السيادة أو في الحياة الكريمة. أعتقد أن هذين الأمرين هما اللذان يجعلانني نؤمن إيمان كامل بوحدة أفريقيا، ومعركتنا معركة مستمرة. وأشكركم على حسن الإنصات، والسلام عليكم ورحمة الله. تحدثت عن في هذا البانيل حول هشاشة الدولة الوطنية في أفريقيا، هشاشة الدولة الوطنية في أفريقيا، ضعف مؤسساتها، وهذه الهشاشة جعلت من الحركات الانفصالية وحركة التمرد وحركة الإرهاب تنتشر في أفريقيا، لأن الدولة الوطنية عاجزة عن حماية حدودها، عن توفير كل متطلبات الحياة الكريمة لشعوبها، عاجزة عن تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة. وهذا لكي أصل إلى أؤكد قناعتي السابقة أن أفريقيا محتاجة إلى أن تتوحد، أن تتحرك جماعيا في نظام فيدرالي أو في الاتحاد الأفريقي أو في طريقة من طرق الوحدة الأفريقية، وأن تجترح على وجه التحديد طرق جديدة في الحوكمة وفي اختيار في الديمقراطية النابعة من ثقافتنا، من تاريخنا، من عاداتنا، من نحن اللي نصنع مستقبلنا، ولا يمكن أن يصنعه لنا الآخرون اللي هم الغرب أو الشرق، الدول الحاكمة في العالم.